بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة، الدرس 38. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، إلى قوله تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين. وهذا من جملة العهود التي نقضها بنو إسرائيل مع الله عز وجل لما أمرهم نبي الله موسى بالجهاد في سبيل الله لتخليص بيت المقدس من الكفار، لم يستجيبوا لذلك لما أخذهم من الجبن، فتقاعسوا عن الجهاد في سبيل الله وقالوا مقالة شنيعة في حق موسى وفي حق الله عز وجل. ذكر الله سبحانه وتعالى هذه القصة في هذه الآيات، فقال جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه أيذكر يا أيها النبي يا محمد، إذ قال موسى ابن عمران كليم الله لقومه من بني إسرائيل: يا قوم ادخلوا الأرض، يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. بدأهم بالموعظة والتذكير تمهيدا لما سيأمرهم به من الجهاد في سبيل الله. اذكروا نعمة الله، تذكروا ما أنعم الله به عليكم من النعم العظيمة التي لم تنلها أمة غيركم، إذ جعل فيكم أنبياء. هذا من أكبر النعم، بعثة الأنبياء في الناس من أعظم النعم، ولبني إسرائيل من هذا الحظ الأوفر، فإن الله سبحانه وتعالى بعث منهم أنبياء كثيرين من بعد موسى عليه السلام، أولهم موسى وآخرهم عيسى ابن مريم عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، قيل معناه الملك العام، لأن الله يجعل في بني إسرائيل أنبياء ويجعل فيهم ملوكا يسوسونهم ويقودونهم ويضبطونهم. وقيل المراد الملكية الخاصة، في أن الإنسان في بيته ملك على أهل بيته، يأمر وينهى ويدبر. جعلكم ملوكا، جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا، وآتاكم ما لم يؤتي أحدا، آتاكم من النعم الدينية والدنيوية ما لم يؤتي أحدا من العالمين غيركم. وهذا كان في زمانهم، فهم أفضل الخلق في زمانهم، اختارهم الله في زمانهم، فهم أفضل أهل زمانهم في النبوة وفي الملك وفي ما يتبع ذلك من النعم العظيمة. جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. وهذا يستوجب الشكر لله عز وجل، فإن النعم تستوجب الشكر. وإذ قال ربكم
لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم إنه عليه الصلاة والسلام أمرهم بالجهاد بعد هذه المقدمة، والجهاد يكون من شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي هي أرض فلسطين، التي هي بلد الأنبياء، وفيها بيت المقدس المسجد الثالث من المساجد مساجد الأنبياء، أولا المسجد الحرام مسجد إبراهيم عليه السلام، المسجد النبوي في المدينة مسجد محمد صلى الله عليه وسلم، والثالث المسجد الأقصى. كان المشركون من العرب يقال إنهم العماليق سيطرون على بيت المقدس، ومعلوم أن المساجد إنما يتولى عليها المسلمون في كل زمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. قال تعالى: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالمساجد إنما تكون بيد المسلمين في كل زمان وفي كل مكان، ولا تكون بيد الكفار، ولا سيما المساجد الثلاثة: المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لا تكون إلا لا يتولاها إلا مسلمون يعمرونها بالطاعة والعبادة وينزهونها ويطهرونها من الشرك والوثنيات والبدع، فهم المسلمون هم أهل الحق في المساجد. فلذلك لا يليق أن يتولى المشركون على بيت المقدس، فلذلك أراد موسى عليه السلام أن يغزوهم وأن يخلص بيت المقدس منهم. هذا، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.